سائلة تقول: مات زوجي وكان عليه مهري المؤجل، لكن بعد موته تقدم أشخاص يطلبون دينهم. السؤال هو: كيف يقسم المال مع العلم أنه قليل؟ وأيهما يقدم، مهري المؤجل أم الديون؟ أفيدونا أفادكم الله. يكون مهرك من جملة الديون، يكون من جملة الديون، توزع التركة على الديون ومنها المهر، يأخذ سهمه ونصيبه منها بالمحاصة كما ذكر أهل العلم. نعم.